المقولة الشهيرة لا راحة في الحياة. بدأنا سنة 2019 مع كورونا ومضاعفاتها وما أن قلت الحالات حتى اشتعلت حرب روسيا وأوكرانيا التي لا ناقه لنا فيها ولا جمل. وبعد الحرب ما انتهت جاءت أخبار انتشار جدري القردة المونكي بوكس. فاحذروا، معكم الدكتور ميثم غالي يوسف، اختصاص الأحياء المجهرية الطبية والمناعة. ما هي قصة جدري القردة المونكي بوكس وبشكل مختصر؟ المرض اكتشف سنة 1970، يعني موجود أكثر من 50 سنة. بدأ بأفريقيا وبشكل محدود، حتى عام 2003 بدأ ينتشر في أمريكا بشكل محدود أيضا، لكن في عام 2022 بدأ ينتشر بشكل واسع في العالم. هو نفس عائلة مرض الجدري المعروف سابقا الذي تم القضاء عليه عام 1980. هذا الفيروس لا ينتقل بين القردة فقط، وإنما أيضا بين القوارض مثل الفئران والسناجب، ويمكن أن ينتقل أيضا بين إنسان وإنسان. ما هي الأعراض؟ نحول عام، ارتفاع درجة الحرارة، ألم الظهر والعضلات والصداع، هذا بشكل عام. لكن هنالك أعراض مميزة له، هو تضخم الغدد اللمفاوية. هذه الأعراض غير موجودة في الجدري السابق الذي انقضى أو الذي انقرض. بعد ذلك يظهر طفح جلدي بشكل بثور، تمتلئ بالسوائل، ثم القيح، بعدين الجف وتتقشر. كيف ينتشر المرض؟ هنالك طريقتين. الأولى ملامسة الحيوانات أو ملامسة الدم أو جلد المصاب منها. الثانية، طريقة ثانية، من الإنسان إلى الإنسان عن طريق الرذاذ أو ملامسة بثور المرض أو السوائل الجسمية، لكن لا ينتشر عن طريق الهواء مثل فيروس كورونا. طرق الوقاية، أكو وقاية نقدر نقي نفسنا من هذا المرض؟ إيه طبعا، لبس الكمامة والكفوف عندما نكون بالقرب من الشخص المصاب، أيضا نتجنب الحيوانات المصابة والاهتمام بالنظافة الشخصية. السؤال المهم جدا، هل هنالك لقاح؟ لو ننتظر مثل فيروس كورونا حتى يصنع اللقاح، المفاجأة أنه نفس لقاح مرضي أو مرض الجدري المندثر منذ زمان، ما نحتاج نصنع. السؤال الثاني، هل نأخذ اللقاح الآن؟ طبعا لا يزال الوقت مبكر لأخذ اللقاح. أما إذا تم إعلان المرض كجائحة من قبل منظمة الصحة العالمية لا قدر الله، فإن نسبة فعالية هذا اللقاح هي أكثر من 85%. هل هنالك علاج؟ طبعا، هذا المرض يمكن أن يختفي من أسبوعين إلى 4 أسابيع وبدون مضاعفات، لكن قد تظهر المضاعفات عند كبار السن والأطفال والأشخاص القليلي المناعة. العلاج بصراحة كعلاج دوائي، هنالك علاج مضاد للفيروس كان يستخدم لعلاج الجدري المدفر. شكرا للمتابعة، لمزيد من الفيديوهات اعملوا مشاركة وسبسكرايب. شكرا جزيلا.